بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكما تشاهدون وصلنا إلى أحد الدروس المهمة في المعاملات المالية، وهو بيع العينة. وبيع العينة كما تشاهدون أمامكم، في البداية نريد أن نتعرف على أهداف الدرس كما تشاهدونها، أن يعرف الطالب تعريف العينة وحكمها وصورها، أن يستشعر الطالب الحكمة من تحريم بيع العينة، أن يميز الطالب بين بيع العينة وغيره من المعاملات كالتورق الذي سيأتينا إن شاء الله في الدروس القادمة. بيع العينة بالشكل الذي يفهمه البعض أو يتصوره البعض هو في الأساس، أخذنا سابقا ما يتعلق بأسباب الكسب الحرام، أسباب الكسب الحرام، وأخذنا أن السبب الأول هو الظلم، السبب الأول هو الظلم، وذكرنا على ذلك أمثلة تذكرون جزءا منها. كل معاملة تتعلق أو يكون فيها ظلم فإنه تكلمنا وذكرنا كبيع النجش وبيعتين في بيعة وغيرها. ثم الربا، وأخذنا ما أخذنا فيها ما يتعلق بربا البيوع وربا الديون، وتصورنا بعض المسائل والقواعد في الربا وكذلك في الصرف. ثم الغرر الذي سيأتي إن شاء الله بعد درس أو درسين. مما يتعلق بالربا كأسباب الكسب الحرام، هناك بعض المعاملات التي حرمت لأن فيها ربا، وهذا هو الذي أردت أنني أصل إليه حتى تتصوروا الأمر، أن الربا فيه عدة معاملات في الصرف وكذلك ببعض البيوع يكون فيها ربا، ومن ذلك بيع العينة، ومن ذلك بيع العينة. فأولا نقول العينة مأخوذة من العين، حيث أن البائع رجع إليه عين ماله كما سنصورها بعد قليل، لكن الآن نريدها مدخل لدرسنا حتى تفهموا لماذا سميت عينة. أو أن المشتري حصل عين النقد، هو يريد النقد ويبحث عن النقد وقد حصله، فلذا سمي بيع العينة. أما اصطلاحا فكما تشاهدون أمامكم، أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على البائع بثمن أقل نقدا. أنا سأرجع بعد قليل إلى هذا التعريف بعد أن نشاهد هذا المقطع الذي يصور لنا هذا الموضوع بشكل دقيق. من الناس من إذا مرت به ظروف مادية محتاجة إلى سيولة ترك الطرق التي أباحتها الشريعة للحصول على التمويل، وزاد طرق التحايل على الربح، فيشتري مثلا سيارة ب100,000 بالتقسيط ثم يبيعها للتاجر نفسه نقدا بثمن. من الناس من إذا مرت به ظروف مادية محتاجة إلى سيولة ترك الطرق التي أباحتها الشريعة للحصول على التمويل، وسلك طرق التحايل على الربح، فيشتري مثلا سيارة ب100,000 بالتقسيط ثم يبيعها للتاجر نفسه نقدا بثمن أقل ك80,000. وهذا هو بيع العينة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الصورة بيع في الظاهر ولكنها قرض ربوي في الباطن، فالحقيقة أنه اقترض من التاجر 80,000 على أن يسددها 100,000 على أقساط، وهذا هو عين الربا. ومن العينة المحرمة أن يشتري سلعة من تاجر بالأجل بثمن مرتفع ثم يبيعها لشريك هذا التاجر أو وكيله نقدا بثمن منخفض، ومنها أن يشتري سلعة من البنك بالتقسيط ويكون البنك هو الملتزم ببيعها لمشتري آخر نقدا. فمن أراد توفير السيولة بطريقة شرعية فيمكنه أن يشتري.
إذن الآن نكمل العرض، لأن المقطع شوي يحتاج. إذن اصطلاحا أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل. زيد من الناس يريد حاجة، يريد سيارة، زيد يريد سيارة لكن ما عنده سيولة، فيطلب من شخص أنه يعطيه مالا. الطرف الآخر يقول أنا أعطيك على ماذا؟ ماذا أستفيد؟ فيحاولون أن يحتالوا على الربا، يحتالوا على الربا بهذا الشكل. فيقول يا فلان، يا فلان أنا عندي سيارة سأبيعها لك، أنت كم محتاج؟ قال أنا محتاج 100,000. طيب ممتاز، أنا سأبيعها لك 80,000 نقدا وأشتريها منك 100,000 تقسيط أو على شكل مراحل. بهذا الشكل، هذا الذي يسمى بيع العينة. قال أن يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل. أنا أشتري الآن من زيد سيارة بـ100,000 مؤجلة أو مقسطة، المهم أنها ليست حالة، ثم أبيعها عليه، أبيعها عليه أو على البائع بثمن أقل نقدا. ليش؟ لأن البائع في الأساس هو عنده السيولة والمشتري ما عنده سيولة. طيب المشتري يريد سيولة تكون بهذه الشكل وبهذه الحركة التي تكون ماذا؟ يكون فيها حيلة على الربا، حيلة على الربا. يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل، أنا بشتري منك السيارة يا فلان بثمن مؤجل، أسدد لك إن شاء الله بعد سنة، ثم يبيعها على البائع. إذا شريت منك السيارة الآن وأسدد لك المبلغ بعد سنة، أخذت منك السيارة، أعطيك السيارة مرة ثانية بمبلغ حال. فأنا شريتها منك 100,000 مقسطة أو مؤجلة، الآن أبيعها عليك 80,000 نقدا. فأخذت السيارة ثم منك ثم رجعتها إليك 80,000، وأنت تسدد لي لاحقا 100,000. إذن أخذها 80,000 مؤجل ويسددها 100,000، 100,000 حال، 80,000 100,000 مؤجلة ويسددها الآن 80,000 حالة. إذن استفاد 20,000، استفاد 20,000. وسنأخذ الدرس القادم ما يتعلق بالتورق والاختلاف بينهما في مثل هذه المسألة. مثال بيع العينة ذكرت لكم، حكم بيع العينة هو محرم. لماذا؟ قالوا لأنه حيلة. هذه لابد نضبطها يا أخوان، حيلة، حيلة على الربا. في الأساس حتى نفهم ونتصور، فلوس بفلوس حرام إذا لم يكن هناك تساوي وتقابض، حرام. لكن إذا كان فيه زيادة من الطرفين، يعني 80% حتى لو حال لا يجوز، ما دام أنها بهذا الشكل. هذا الذي في العينة ماذا فعل؟ قال أنا والله غير مستفيد منك، إيش استفيد منك الآن؟ أعطيك 100,000 ريال وتسددها لي 100,000، لا أنا ما أستفيد. طب إيش كيف تستفيد؟ قال أبي 120. قال والله هذه ربا، ما دور لي معاملة أخرى، طريقة أخرى. قال في طريقة نلف لفة، يعني حيلة. ما هي هذه الحيلة؟ والله شوف، خلنا ندخل السيارة في الموضوع، سأبيعك سيارة الآن 80,000 وتسددها لي، يعني 80,000 مؤجلة، 100,000 مؤجلة، وتعطيني إياها الآن 80,000 حالة وخلاص وانتهت السالفة، وكسبتنا 20,000 ريال واحتلنا على الربا، حيلة. هذا هو ما يسمى ببيع العينة، وهو محرم كما ذكرنا لكم. ما سبب التحريم؟ أولا النص، ورد فيها نصوص ستأتينا بعد قليل. الأمر الثاني أنها حيلة على الربا.
أو حيلة للربا، ولا يجوز الاحتيال على الأمور الشرعية. ونعلم أن الحيل في الأمور الشرعية إذا كانت صريحة مثل هذا فإنها لا تجوز ومحرمة، كما فعل اليهود سابقا في أصحاب السبت وغيرها، كما نعلم احتالوا في الصيد يوم السبت لما نهاهم الله عز وجل. هؤلاء حتى لا يقعوا في الربا قالوا هذه الطريقة وهذه الكيفية. والله الآن أنا أبعطيك السيارة ب80,000 مؤجلة، 80,000 حالة، وتبيعها لي ب100,000 مؤجلة بهذا الشكل. أيضا قد تكون بالعكس، الشراء والبيع يكون بالعكس، كلاهما يسمونها عكس العينة، وكلاهما محرم ولا يجوز لأنها حيلة على الربا. فما دام فيها هذه الصورة وهذا الشكل فالأمر محرم. من أدلة تحريم بيع العينة لنشاهد أمامنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى ربكم. انظر هذه الأمور التي هدد فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والتهديد لا يكون إلا على أمر محرم. قال إذا تبايعتم بالعينة، وهذه هي العينة، لأن فيها حيلة، فيها استغفال، فيها مخادعة، كما سيذكر أنس بن مالك رضي الله عنه بعد قليل في ذكر، يعني تطرق لهذا الأمر. قال إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع ماذا يحصل؟ قال سلط الله عليكم. شوف، سلط الله عليكم، إذن عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا على أمر محرم. أيضا مما ورد في ذلك، ورد، واسمعوا هذا الأثر أو قصة عائشة رضي الله عنها وارضاها، جميلة جدا. دخلت عائشة في نسوة فسألتها امرأة فقالت: يا أم المؤمنين، كانت لي جارية فبعتها من زيد بن أرقم 800 إلى أجل، ثم اشتريتها منه 600 فنقدته 600. شوف، بعتها من زيد بن أرقم إلى 800 إلى أجل، يعني اشتريتها من زيد بن أرقم 800، ثم اشتريتها منه 600 فنقدته 600، معناه سيسدد 200 اللي هي فرق بين 800 و600، وكتبت عليه 800 لأنها مؤجلة سيسدد 800. فقالت عائشة: بئس والله ما اشتريت، وبئس والله ما اشترى، يعني زيد، أخبري زيد أنه قد أبطل جهاده مع رسول صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب. فقالت المرأة لعائشة: أرأيت إن أخذت رأس مالي ورددت عليه الفضل؟ قالت: من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. وحتى وصلت: إن تبتم فلكم، أو في الآية الأخرى: إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. إذن أمر العينة واضح وصريح أنه محرم، والأدلة على ذلك متوافرة وكثيرة، منها هذا الدليل، وكذلك منها ما ذكر عن عباس رضي الله عنه: سئل عن رجل باع من رجل حريرة 100 ثم اشتراها بخمسين. باع رجل من رجل حريرة 100 ثم اشتراها منه 50، يعني شخص باع شخص حريرة 100 ثم اشتراها منه 50 بنفس الوقت وبنفس الاتفاق. قال عبد الله بن عباس: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة. يعني مسألة يعني حيلة، فلوس بفلوس دخلوا بينهما حريرة حتى تكون تمرير والتفاف على الربا. والله سبحانه وتعالى لا يخادع بمثل هذه التصرفات ومثل هذه الأفعال. كذلك ورد عن أنس أنه سئل عن العينة فقال: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. فالنصوص صريحة وواضحة أن العينة بأي شكل من الأشكال، ما دام يعني حتى نصورها، مال بمال فيلزم التساوي وكذلك التقابض في نفس الوقت، وهذا يختلف عن التورق الذي سيأتي لاحقا، لأن هنا العينة المقصد الشخصي للإنسان هو المال، أنا أريد مالا، لكن في التورق سيأتي لاحقا
أن القصد الشخصي هو السلعة، فهذا في ذاك يباح وفي هذا يحرم، وهذا الذي هو وجه التفريق بينهم، وجه التفريق بينهم. لا لا لا، لو أردنا كذلك يعني نعرف بعض ما يتعلق بالعينة، كذلك في مسائل جيد أننا نعرض لها ونتصورها، حتى التي هي وردت في الكتاب. عموما مسائل الكتاب جيد أننا نتصورها، فإن كانت حاضرة خلتنا بس نستوعبها أكثر. فعندنا مسائل في الكتاب التي وردت من المسائل في الكتاب. المسألة الأولى: اشترى سيارة بالتقسيط، اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على نفس البائع نقدا بثمن أقل. لو أردنا أن نعرف حكم هذه المسألة، نفس حكم هذه المسألة، وهو أنها تعتبر حيلة على الربا، تعتبر حيلة على الربا. عندنا كذلك مسألة أخرى: اشترى سيارة بالآجل ثم باعها على شخص ثالث نقدا، نفس الكلام بيع عينة. اشترى سيارة بالتقسيط ثم باعها على نفس البائع بأكثر من ثمنها حالا. كل هذه المسائل أغلبها يعتبر من بيع العينة. إذا كان الإنسان يعرف المسألة ويتصورها يعرف أن هذه المسائل كلها بيع العينة. المسألة الثانية: اشترى سيارة بالآجل ثم باع على شخص ثالث نقدا، هذا بيع سليم ما في شيء، لأن الإشكالية تكمن دائما إذا كان نفس الطرفين البائع والمشتري يحتالون أو يدخلوا طرفا ثالثا بالحيلة بينهما. أما إذا كان هناك طرف ثالث لا يعلم ولا يعرف، فهذا الأمر سليم ولا في أي إشكالات شرعية. آخر ما نتطرق له في هذه المسألة أن النصوص الشرعية، النصوص الشرعية التي وردت عندنا، حكم تكليفي مر علينا قبل شوي الذي هو التحريم. كذلك عندنا في مثل كذلك دليل شرعي، أنا ودي أستذكر معكم كل المسائل التي وردت. الحكم التكليفي الذي ورد هو التحريم، وهو تحريم بيع العينة، ونعرف أن أحكام التكليفية خمسة، هذا الذي ورد منها. علة الحكم قلناها قبل قليل، أنا أريد استذكار وتغذية كاملة للدرس. علة الحكم قلنا أنه حيلة على الربا، حيلة على الربا. ثالثا دليل شرعي من السنة النبوية ذكرناه، وهو حديث إذا تبايعتم بالعينة. كذلك قول صحابي، ذكرنا قول أنس وقول ابن عباس. سبب الحكم في أساسه قلنا أن أسباب المعاملات المحرمة ثلاثة: الظلم والربا والغرر. وسبب الحكم هنا أو سبب التحريم هو أن فيه ربا. سد الذرائع، وهذا هو دائما ربا البيوع التحريم فيه، لأنه سد لذريعة الوقوع في الربا، سد لذريعة الوقوع في الربا، وهذا هو الذي حاصل. كذلك الإجابة على النشاط الأخير، ونحن تكلمنا عنه بكلام وافر. هذا بإجمال ما يتعلق بهذا الدرس، والرجوع إلى بعض المراجع الفقهية وبعض الدروس، وهناك يوتيوبات جميلة جدا ومصورة ممتازة يستطيع الإنسان يرجع إليها إذا احتاج. عموما هذا باختصار ما يتعلق بالدرس، وأسأل الله سبحانه وتعالى